الحفاظ على رأس مالك هو هدفنا. جميع الخدمات والنصائح لتحترف في مجال العملات الرقمية. عالم العملات الرقمية هو الصحيح النافذ على العالم والحرية المالية. صفقات مدروسة بنسبة أرباح عالية ودقة بالتحليل. تقرير التضخم وصعود البيتكوين، أهم الأحداث لسوق العملات الرقمية. إذا كنت أول مرة عمال بتتابعني، أنا قناتي مهتمة بالأخبار والعملات الرقمية. صديقي انضم لي على الرابط اللي بأسفل الفيديو لتأخذ أهم الصفقات المدروسة بدقة. تعافي البيتكوين بعد صدور نتائج التضخم اللي كان من المتوقع تكون 8%، لكن كانت إيجابية وطلعت 7.7. كانت جيدة للأسواق وفرصة للانتعاش. أصدقائي، تعافي البيتكوين من مناطق الـ 14,000 إلى مناطق الـ 17,700. الاتجاه الإيجابي مرهون باختراقنا إلى مناطق 18,000 بكسر هاي المنطقة والتداول بأعلى هاي المنطقة. أصدقائي، غير هيك بيكون هذا الارتفاع مصيدي. محللين كبار في مجال الكريبتو رجحوا بأنه البيتكوين وصل إلى مرحلة الاستسلام، وبالتالي صديقي بكل بير ماركت رح يهبط البيتكوين قريب الـ 84% من آخر قمة تاريخية. وطبعا ممكن العملات البديلة تهبط أكثر. هبط البيتكوين من مناطق 69,000 إلى مناطق 14,000 بنسبة 77%. إذن ما زال لم نصل إلى قاع البيل ماركت. من المفترض أن نهبط 15% آخرين لنصل إلى 12,000 أو 13,000. وطبعا ممكن العملات البديلة تهبط 40%. نعم يا صديقي، لازم يصل السوق إلى مرحلة بجذب الحيتان حتى ندخل بالبور ماركت القادم. فلذلك من المرجح أن نرى موجة سيئة أخرى تضرب الأسواق. هذا كله تكهنات للمستقبل، قد نصيب أو قد نخطئ. وإذا كنت وصلت معي لهالنقطة، ألف تحية وشكر لك. صديقي، لا تنسى تدعمني بالاشتراك وتفعل زر الجرس لحتى يصلك كل جديد. صديقي، انضم لي على الرابط اللي بأسفل الفيديو.